إخراج القضية الفلسطينية من الدائرة التقليدية لتسيير النزاعات ووضعها على رأس قائمة اهتماماتنا. تحرك عربي رفع المستوى لبحث خطوات مواجهة جرائم الاحتلال الصهيوني في الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية. الجزائر وعبر دبلوماسيتها المحنكة تناشد المجتمع الدولي وبعجالة للإسراع في وضع حد لسفك دماء المقدسيين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريفة. في ظل هذا التصعيد الجنوني من طرف الكيان الصهيوني تجاه الشعب الأعزل الشعب الفلسطيني مطلوبة وضرورية، لماذا؟ على الأقل حتى يعني نضع الجميع أمام مسؤوليتهم، خاصة الأمم المتحدة، مجلس الأمن، مجلس حقوق الإنسان، الاتحاد الأوروبي، كل هذه المنظمات والتكتلات الدولية. يجب أننا على الأقل من باب الإحراج أننا نحرج هؤلاء، بأنه هنالك انتهاكات وهذه الانتهاكات تستدعي إدانة وتستدعي اجتماع طارئ مجلس الأمن. القضية الفلسطينية على المحك للخروج من دوامة انتهاكات الكيان الصهيوني في ظل صمت دولي رهيب تطعمه بعض الدول العربية التي تسعى وراء التطبيع لحماية مصالحها. على الشارع العربي، على الإعلاميين، على النخب، على الجامعات، على كل هؤلاء يمكن أن يسترجعوا أنفسهم ويعيدون على الأقل على المستوى الشعبي الغير رسمي. بهذه الطريقة ستضغط هذه الحركات، هذه التظاهرات، هذه المظاهرات على الحكومات العربية، تضغط عليها لكي تعيد مرة ثانية إدراج قضية فلسطين في ملفات الجامعة العربية. في انتظار ترجمة توصية اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على أرض الواقع، يواجه الشباب الفلسطيني غطرسة الكيان الصهيوني تحت أعين بعض الدول العربية التي بعت القضية.